هكا هريسه تظهر لك حاجه سهله ولا حاجه صعيبه؟ معقوله معناها نعمل كسكروت بزايد هريسه وقت اللي نبدا بزايد هريسه. تو تمشيو بزايد برشا هريسه باش تاخذوا حتى 30 مره احر من الهريسه. اه ماما ماما استنى مش فاهم بس انا قبل ما تمشي قدر يطيح قدر يطيح ولا 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 جماعة أقسم بالله مش نخلص أنا مش نخلص كم شكال مش قولي ميرسي عزيز وتتروح وتكملوا تصور على رواحكم معنا هكيم جماعة ميرسي عزيز سي جنتي وروح وكل جماعة ولا من رجع مستوى عاصم ومرحبا بكم في ماتش نار ليميسيون الجديده نتاعنا اللي موجوده على الشين يوتيوب ماتش. نفسر لكم الكونسيبت، الكونسيبت هذا موجود منه في امريكا، موجود منه في فرنسا، وانا باش نقدم الفيرسيون التونسيه. الكونسيبت سهل ياسر، كل حلقه باش يجيني ضيف باش نسالوا 10 اسئله. هذا هو الكونسيبت. اما حبينا نحرحروا شويه الانترفيو، حبينا نفلفلوها شويه، هذيك علاش عندنا ديسوس قدامنا مع كل سؤال. انا والانفيتي باش ناخذوا قدمه نحطوا فيها الصوص وناكلوا ساشون كو لي صوص قد ما نقدموا في الاسئله قد ما باش يكونوا حارين اكثر. نفسر لكم، فما ليشيل دو سكوفيل هي اللي تعطينا الحروريه نتاع الصوص. اتيتخ ديكزومبل الهريسه نتاعنا الهريسه اللي نعرفوها تحوس في ال 35 الف على ليشيل نتاع سكوفيل باش نخلطوا نورمالمون بالصوص هذايا ال 10 للمليون معناتها 35 مره احر من الهريسة. هذا هو الكونسيبت نتاعنا. يلا اجوا معايا تاو الانترفيو حار انترفيو نار. هو ممثل تونسي محبوب رينا سناء ابدع بالدور نتاعو نتاع الورل في رجوج. فرحان برشا لاول حلقه باش يكون بحذايا صديقي وعشيري قبل ما نقول زميلي عزيز الجبيري. عزيز مرحبا. مرحبا نضال، ميرسي على التقديم. اما ما فرحنيش بابا التقديم. سمعت الكونسيبت؟ سمعت ما قاعد نفسر؟ سمعت ليشيل دو سكوفيلد وجواد شكون؟ سكوفيل سكوفيل ليشيل دو سكوفيل. ايوا علاش صعبت هكا بابا؟ ما فهمتش. اما باهي باهي عزيز، انت ساحلي ولا انا غلط؟ ساحلي خويا. دونك نورمالمون يظهر لي عندك فاسيليتي اكثر شويه مع الحار. اي ما 10 يعني فما عنف في المعده باش يصير. الهريسه تظهر لك حاجه سهله ولا حاجه صعيبه؟ معقولة معناها نعمل كسكروت بزايد هريسة وقت اللي نبدا بزايد هريسة. تو تمشيو بزايد برشا هريسة باش ناخذوا حتى 30 مرة أحر من الهريسة. أي توجع لي في معدتي. الحاجة البيسك تنجم تعاون روحك برشا حاجات، لأن عندك عسل. عسل. عندك ماء بارد بالكلاسون تبرد بيه. باهي. عندك شانتيي. وعندك حليب. هذوما حاجات نجم تبرد بيهم وقت الحرورية. مش تقول يعني جبتوا برشا حاجات شبرتوا بها مرة ما بشرش فازا حتى تعرف. ليه حاضر كونسيبت واضح؟ واضح كونسيبت خويا. الصوص هذايا مابل وود سموكد اونيون هوت صوص. فوالا حطيت تولي برشا حط بجنبها. باهي انا مشكلتي تعرف شنو عزيز ولا سيكو؟ انا ريت لي فيرسيون امريكان ولي فيرسيون فرونسيز. الانيماتور ياكل وما عنده حتى ادنى قلق. المشكله فيش انا ما ناكلش حار جمله معناتها يعني خايف على روحي اكثر من اللي خايف يعني باش نمشي غلط. الاسئله والاجابات يلا يلا نبداو بالسؤال الاول. اول سكسي عزيز الجبالي نجم نعتبروه دشره ونوبه واللي على خاطر مثلا انا وياك اول فيلم خدمناه مع بعضنا كان في عينيا. في عينيا اللي هو بوكو دو سوكسي مشي بوكو دو فيستيفال بوكو دونتري في السينما. مي عزيز اسكو ترشق عزيز وقتها كيف ما ترشق عليك بالعسل؟ اما والله حاره الاولى حاره حاره معنا نحكي معك يا حاره حتى انا حاسه ما الحلال سبا شو نديمش على بعضنا اقل من الهيس. ايه نورمال. اما تحرق في لسان تقلق يعني شنو ثاني. السوكسي السوكسي الحقيقه جاي مع دشره. اول سوكسي اللي الناس تعرضت في الشارع تعرف دشره ولا نوبه؟ دشره دشرة. حلو حلو الأشياء اللي ماشيين فيها. عزيز من وقتها لتو شنو هو الحاجات تبدلت فيك؟ الحقيقة من الآخر معناتها أصحاب ونحكي ولا سبونتاني ناكلوا في فاي ما كنت تاكل وأنا ناكل وأنا زدت حطيت حتى شوية أكثر شوية حاجة جديدة. حتى أنا زدت بالحصد. والله شنو باش تبدل أغزر يتبدل يمكن أكثر المود دو في نتاعك تولي كازانية أكثر وأنت تعرفها تولي تشد الدار أكثر خاطر
باش تمشي تقابل ناس دي فوا لازمها انرجي ولازمك تهز روحك خاطر باش تقابل ناس لازمك تفرح بها ولازمك تبارتاجي معاهم نفس الحب تكون في مود باهي باش تخرج قلق وفايدة ساسا غير انه تقابل عبد تعدي له الانرجي هذيك هو يحبك ويتبع فيك دونك تولي تتلز تقعد في الدار اكثر برشا اكثر ستريس خاطر من الاول ماكش مطالب حتى شيء كيما قلت لك كي جا دشره مثلا كي نحكيو على السكسي نتاع دشره ولا من بعد نوبه حد ما هو يطالب فيك بسكسي جيت لا ديكوفير ديما لا ديكوفير محلاها من بعد غاردي استخدام باش تولي اكثر ستريس على اعصابك اكثر تختار اكثر لي بروجي اللي باش تشارك فيهم هذا هو نمشيو للسؤال الثاني السؤال الثاني دونك اوتوماتيكمو عزيز السوس الثانيه اللي اسمها هو معاش السوس خاطر عندك التحريره تروح في اللسان راهي الاولى فواعذير لاباس الحمد لله لاباس عليك السوس الثانية مزكارين الله أعلم شنو فيها بالضبط أما باش نحطو كيف ما العادة هذه عاقدة راهم العاقدين مسمامين العاقدة هذيا باهي ريحتها بركة شميتهمش أنا والله ما نحبش نشمهم يا جماعة نجم نقول لكم اللي بالحق راه ماهوش تفديك لي سوس هذوما تنجم تشوفوا أساميهم وراه بالحق حارين 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 الأولى ديجا تمشي وتزيد الحلولات الأولى ديجا حارة في لسان شلقت بها في لسان مازلت ما حطيتش فوالا بالدوبل فاس بون ما طلبتش لك الدرجة عزيز ربي معاك بسم الله عزيز حالة حالة به فريق تصوير عزيز ولا يوتيتني عزيز شادة دوسكار بون لا فوتو اوريجينال هي نتاع ليوناردو دي كابريو لا ما فورم تراش بالانتيليجونس ارتيفيسيال حطينا عزيز شادة دوسكار بلا يوتيتني الحكاية هذه تعتبرها حاجة مستحيلة حاجة بوسيبل حاجة كان تصير حسب رأيك وقتاش تنجم تصير وكيفاش والله نجم نفاجئك يعني ذا كان قبل عندي أنقاف وراها حاجة ريت باللي صاير فلسطين توا والحاجات وكل يومكم باش نكسر المود نحن وكل مي سا ما انتيريس بلو تو سا معناها علاش أنا باش نمشي غادي بنا مانيير ديجا فهمت اسكو باش نطيح من لي فالور نتاعي باش نوصل نخلط الغادي تصور خاطر برشا ناس ضيعوا برشا دي فالور باش يوصلوا ياخذوا دي زوسكار في حياتهم أنا ما نتصورش روحي سو جون دو معناها نتصور روحي نطمح بيان سور طموح اي فنان في اي بلاد في العالم في اي نقطه في العالم انك توصل نهار يجي يقولوا عليك احسن ممثل في العالم يا سيد راك عملت اقوى بيرفورمانس في العالم وي مي كيفاش شكون علاش وشكون اللي حطوهم وشكون بعد انا واسكو بعد يصير حاجه كيما هكا في العالم ما عنديش الحق نهبط ولا ما عنديش الحق نحكي واحد بوغ افوار سا نو مي نفهمك بارفيتمون في الكلام اللي قاعد تقول فيه على خاطر فما برشا عباد الفيجن دي شوز نتاعي وانا نقول لك فيها وما عندي مقلقتني راهو معناها ما صدقش من هكا ما عندي مقلقتني توا وانا صادق نو مي صادق وكومبريونسيبل على خاطر كيف ما كنت نقول لك فما برشا عباد الفيزيون دي شوز نتاعهم والفيزيون دي زوبجيكتيف نتاعهم تبدلت كومبليتمون في السبعه وعشرة الاخرانيين نتعداو للتخوازيام كيستيون السؤال الثالث Bien sûr, qui dit troisième question dit troisième sauce. Sauce fait, c'est ma small axe peppers. Yes. Allah wa rahmatullah. Fait, c'est un habanero mango. Bon, déjà fait un mango. Où me ramènent les sauces bénin, Raoul? Le hassit ou bénin? Bénin. Bénin, l'hakik. Bénin. وقاعدين ويدقوا في السن يدقوا هما راهي المشكله ماهيش كيما الهريسه باش نفسر للناس المواطنين راهو ماهيش كي الهريسه معناها الهريسه تحرحر وقتها وتخي بيانتو هذه اللي تقعد تتبع فيك وتقلق لك في لسانك نرجع ديما للروبير نتاعنا اللي هو الهريسه عزيز الهريسه قلنا 35000 في الايشيل نتاع سكوفيل السوس هذيا 22500 مازلنا تحتها مازلنا تحت الهريسه اما اللي في ابلد من الهريسه راه والله قبلت معناها هذيك الحاجه بهذا تو مثلا السوس هذه من زيت ما ذقتهاش اما فيها المونغ دونك نورمال مود حلو فانت نتاع السوس فيها المونغ هيا باهي مليح لا نورمال مود معناتها فيها ان فخوي دونك نورمال مود اهون شويه يبرد يبرد بسم الله بسم الله شويه هي حتى بسمامه به اسأل عزيز نعرفوا اللي انت قلقت لا لا اسأل عزيز نعرفوا اللي انا ما عادش عيني في حد فيه لا لا عزيز نعرفوا اللي انت عملت كوميونيكاسيون قريت كوميونيكاسيون وي قديش الحكايه هذيا عاونتك في لا كرياسيون تاع البيرسوناج نتاعك في لا كوميونيكاسيون بور تي بروجي معناتها اسأل نحس فيها ديكلاراسيون دامور مش سؤال عينيكم دمعه فيها
يقول لي فيها بيمونسيون كبيره ياسر الراو عيني في حالك ما تعرف ديسكريت كوميونيكاسيون كوم بالنسبه للماركتينغ لا يا اختي تفليك بالحق عزيز خلينا او بار سيريوزمون القرايه نتاع كوميونيكاسيون قداش تعتبر انه قرايتك عاونتك في جوستومون الكوميونيكاسيون بور تي بروجي في الكرياسيون تاع البيرسوناج نتاعك في عزيز جبيل والله يا ضيعت الحقيقه التركيز يا جاهر او حاره هذه راهي بالكذب بالكذب مش نورمال قداش حاره وانا مانيش مثبت الهدي اقل من الهريسه بديت ندخل في التنرفيز وانا بديت نعرق بالنسبه للكوم انا عملت ليسونس في الكوميرس انترناسيونال ومن بعد عملت ماستر ماركتينغ واكثر حاجه تغرمت بها في الماستر بتاعي هو كوبي رايتر اللي هو الناس تكتب لي بوب وتعمل كرياسيون تاع لي بوب دونك في الكتيبه الانسبيراسيون وكل من غادي كان جوي يمكن اكثر حاجه جبتها في الكتيبه في السيناريو اكثر من بعد لكم يمكن انام ولا يمكن تعلمت وانا من غير ما نشعر اما انا توا جيكزيرس موميتي كممثل كسيناريست اكثر مني اني بروديكتور ولا حاجه اخرى مي اما زاد عندك لاسبي تاع الكوميونيكاسيون مهم معناتها الكوميونيكاسيون سا بروبر ايماج معناتها حاجه كي في بارتي دو ميتي بلوز او موان اي مانيش ان بروفيليي سمح لي في الكوم معناها برابول ارتيست معناها كي نجي نقارنوا في الكوم انت تكوميونيكي خير مني برشا مثلا ناخذ ليكزومبل معناها فهمت نتاعي انا وياك معناها انا ياسر ما خلتني وتعرف ضعيف لا يعمل امور ستوريات وكل ضعيف جوستومون باش نجيو من بعد ضعيف لي ريزو سوسيو تو نحكيو فيهم فوالا لي ريزو سوسيو انا كابابل دو كومونيكي مع الناس باش نقعد باش نتعامل مع الناس نخرج في باش ندافع على عمل خدمت فيه باش نحكي معناها نلقى برشا راحه اما كومونيكي سيتادير كومونيكي على ان بروجي نتاعي انا ياسر ما نعرفش نحكي على البروجي نتاعي ما نعرفش نقول مسرحيتي حاجه اخرى خلي قدرنا يجي في بورتو السؤال الرابع يلا دونك السؤال الرابع لهنا فوتنا الهريسه هذه 39000 في الاشير نتاع سكوفيل اسمها ذا فينيكس ذا فينيكس ما تحركش فيها ملون فيها 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 بطيخ ما تعملش تحكي لي فاس الغله فاس الغله كل فيها مرمونجو فيها اكثر واحده اللي مانجا وريت قلت لك باهي هذه راهي ما تتخلطش عاقله ما فهمت موجوده وكهو والله هذه باش يلا شو عزيز حطيت بزيد مثلا انجو الجو كوم يلفو يلا بسم الله وبتخلطت مع المونغ علاقتك جوستومون باللي ريزو سوسيو نجمو نعتبرو لي سيزونيير معناتها ساعات موجود وساعات تو ديسباري تختفي كومبليتمون اي جينيرالمون ري كبل ساعات والله رينا اللي في كي تبدا فما اعمال وكي تبدا فما بروجيت اي سورتو في رمضان عزيز يبدأ موجود يبارتاجي فما تفليك فما ضمار فما حتى انت تصور روحك ما تشوي بريزون تشنو في فيفر ما تاش كو تشوي بعد كي تنقص شويه الخدمه تشدي سباري كومبليتوم كيفاش فسر الحكايه دي قصيت هيك عملت ركوسي ما عرفتش شحال برشا بعدي كيفاش فسر الحكايه نتاع فوتينغ راهو نحن نسالوا في بعضنا ونعرفوا نفسرها لي انا كيما انا كيما ما نلقاش علاش باش نكلم الناس ما نكلمهمش معناها سيتادير معناها فكره اني الروتين نتاعي نصوره للناس ولا معناها لا في دو تو لي جور كوا كي ما نبداش في خدمه علاش قلت ديما مربوطه بالخدمه نحس روحي ثقيل لي با فورسيمون فري فهمت ما نحس روحي مدين وجهي نمد في وجهي فهمت اخر عبد عملت له فولو عملت له فولو فولو على انستغرام ولا باتور عجبني في 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 جروب ابونيت ويعمل ديما فيديوهات وحده فهمت باتري يعمل ديما فيديوهات وحده ريت فيديوهات ابونيت واخر عبد عملت له فولو برجولي ان فولو اسمع عزيز برجولي شلبقتهم هذوك كل معروفين كل انفلونسر هذوك كل ما هبطوش على فلسطين كل شلبق بلوك مش حتى مش كي حتى كي نحن لهم قولوا بلوك شنو قاعد نرجع فهمت سيفك تقعد سهله فهمت نبلوكيهم هذولي وقيت باش نمشيو للسؤال الخامس السؤال الخامس كنا
استنى كنا في 39,000 في الاشياء نتاع سكوفيل 100 دمه هذه استنى نحكيوا على كمونيه راه مستغرب 100 دمه راهي به اللي كنا فيها عزيز 39,000 على الاشياء نتاع سكوفيل هذيا 59,000 هذا فات الهريسه تو فتنا الهريسه من قبل فتنا الهريسه ب 4,000 في الاشياء نتاع سكوفيل تو باش نفوتوا الهريسه ممكن يا ولدي انا طاح لي بيتادين هذا اللي طاح شنو شنو شو هذا تقول درا شكون دماغت ما حبتش يطيح السوس لي بيتادين يلا بسم الله بسم الله هاي بر لحظه برك نعملوا في كعبه برك عملها في كعبه برك باش من بعد نتعودش برك ما يسالش في كعبه برك نحسوها فو بورتوت هذه هذه بسم الله يسري 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 اسال اسال طول اسال عزيز قبيل حكيت يا قلت لي كحكينا على سيزار قلت لي اون غرو معناتها اكل بخي اوكي باش تاخذ قلت سيزار اوسكار اوكي اوسكار ما كان يقول لك لهنا ما اذا ما عندوش حق تتكلم صوب 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 شنو تحب تحكي معايا باهي نرجع لك عزيز قلت لك قبيله كي حكيت لي على الاوسكار قلت لي معناتها اوكي ما اكل بخي كان الحكايه باش تولي فيها ما عندوش حق تتكلم وكان باش تمشي حكايه ضد دي تخيك اللي انت في لي بونسي نتاعك ماكش موافق معاهم معناتها سو ني با كيلكو شوز كي تانتيريس هكا ولا معناتها تنجم انت رول تعرفوا رول ماهوش مناسبك وتقبل تعملو على خاطر فيه برشا فلوس اي ولا الحقيقه ساعات لازم وي فما دي سيتواسيون في حياتك تجي اللي لازم تشرب غازوت فما دي سيتواسيون في حياتك يجي اللي شو اوبليجي دو فيغ سا زايد نكذبوا على بعضنا برشا يعني فما حاجات تخدم في حياتك تقول لازمني شويه ساعات ما يجيش كل شيء بارفي جاوبك وجاوبني بالحق معناتها بكل صراحه والله من الاول بصراحه انا قلت لك معدتي موجوعه ونجاوب فيك اكثر ما هكا فماش با فورسيمون ادوار معناتها با فورسيمون في السينما ولا في المسلسلات فماش خدم عملتهم معناتها وندمت عليهم تعرف اللي معناتها سيتي الاسبي فينونسي اللي يهزك مش خدم سبوت عملت سبوت ندمت عليه سبوت اه من غير ما نسميه لا نسميه والله سبوت تاع قمار نتاع قمار قمار زعما ذاك هذوك لي سيت لي سيت دو باري وتعدى برشا كمان وتعدى مشو القلب قلبي يا ولدي قضيه واحد ومشاكل تعدى اكثر من اول مره نهز اول مره نهز عاد المنافذ ونعمل واحد وكل خاطر خاطر ما حبوش يقصوا تفهمنا على بريود معينه وما حبوش يقصوا بريود نتاع الديفيزيون ديفيزيون يعني نقولوا 3 موا هما قعدوا 6 موا عاديوا فيه هذا واحد اما مخالف القانون وبالطبيعه هذا ما خلصتش عليه هنا وزيد سبوت نو بابا مش باهي فهمت عزيز باش نمشيو للسؤال السادس تو سويت يلا السؤال السادس هذا بالوزبي سوس السادس هذا الوزبي ولدها بحق هذا هوت سوس هوت تاي جرين جرين هنا ما نبشرش بالخير اللي يصير لحمت مع الكمونية دوك هذيا معناتها شوف الوزبي حكاية فارغة قدامها بحق هنا نحكيو على 74,000 سكوفيل في الإيشيل تاع سكوفيل 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 فيل هذايا سكوفيل هذايا لازم نشدها هاي سكوفيل عزيز على مرتين على مرتين بابا تفضل بسم الله الدوبل فاس عزيز شوف انا 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 يلزمني نتقوى روحي ونكمل على خاطر لازمني نسالك ومزال عندي سان كيستيون مش لازم بابا هذا سؤال سادس نعمل قهوه ونتفرهدوا بابا نعمل حاجه نتفرهدوا عزيز كنا نحكيو على الخدم وعلى حاجات عملتهم وندمت عليهم شنو هي اغرب خدمه خدمتها اكثر حاجه عملتها بيزار هكا اغرب خدمه خدمتها باسيون ستاندرديزي ها والله خدمتي نمشي نعمل روح امريكي ستاندرديزي ستاندرديزي فسألني فما فما دكتور عاملة عاملة انكيت على الكاليتي دي سوان في تونس
في لندن. دونك تجيب عندي نسمع شي اسمه ريت تسمع اقسم بالله عندي وذن قاعده تزفت في كاف تحس روحك في كاف صوت حاسيلو. دونك عامله انكيت على الكاليتي دي سوان في تونس وعلى الميديسين جينيرال. تمشي عندك مستوصف في الصباح وكابيني بريفي في العشاء تمشي تكح باب والله تمشي تكح كح ثنتي اسد والله مش عندك والله برونشيت وقت الشتاء تمشي المستوصف باش تكح باش نكح باش انت باش ما تفهمت بيه جوجو ان بيرسوناج جوجو انا باسمي عزيز وكل ما يجوا ان بيرسوناج مره صنع في الفري تفلم ولا مريض بالحق هي ماهيش باش تعرف هي لوبجيكتيف انا ما تعرفش هي تبدا مصحه قبل بعها نحكي والحكاية فيها برشا سبانس وهي عادية راهو يا ولدي انا مش موت انا دخلت قعدت تحكي في اقوى فيلم حسي الحكاية انت قبل بعام كاتبي بتصح اللي باش يجيك باسيون ستاندرديزي اما انت ما لازمكش تشلق بيه خاطر احنا اوني تخي بيان فورمي زيد زيد مع عزيز زيد اي بابا اوز حطيت لبخة بيه يا عزيز انا باهي اوز ما بيان وقديش تخلص على الحكاية؟ وقتيش عملت الحكاية؟ عملتها قبل ما نطلع الفينيز بشهر دشرة تعدى والله العظيم قبل ما تطلع الفيستيفال فينيز؟ أنا معناتها أنت ديجا مثلا دشرة سنة معناتها خلينا نفهم مثلا دشرة وغوغاردومو عملت فيلم في عينيا غوغاردومو عملت دشرة نوبة مازلت ما خرجوش الأفلام وجيت السيليكسيون تاع فينيز دوك أنت وقتها الكونتكست انا باش ناخذ شوي عسل خذ بابا خذ انا باش الكونتكست الكونتكست وقتها فيستيفال وماشي الفيستيفال نتاع فينيز بفيلم وفيلم اللي نجح وانت وقتها تمشي تخدم باسيون ستاندارديزي كح صباح ولا عشاء والله صباح ولا عشاء والله قداش تخلص قداش تخلص نخلص 40 على الفيزيت جوست نحب نقول لك اللي توا كنا في سؤال السادس وكلينا الجيتس السادسه مع الصوص السادسه أكثر حاجة هما الثلاثة الأخرين يلا نمشيوا للسؤال السابع ناخذوا السوس السابعة Love Burns Yes اسمعني وأنا كل مرة نقرأ فيهم والله أعلم شنو فيهم على أساس كيف نقرأ الاسم باش نفهم حاجة راك وتقرأ Love Burns Hot Rice Bright Mouse وحدك كي ما كلمك حد أنا فما حتى حد باش يقول أي مال هذا مدام بريبارت رايس مدام كاسحة يا هوك يلا شوف الالوان ولاد عزيز بالله كان تشوفوا الالوان تفهموا البحث وريني ليلي عبي بالقدا اي مش عبي مازلت ما حطيتش ريتو فيرسو نعملوا على جوجنتين بسم الله بسم الله كنا نحكيوا على سبيكتاكل عزيز كلمه سولد اوت بابا كلمه سولد اوت نشوفوها ديما على انستغرام الحقيقه فرحولك وما شاء الله الحمد لله تعملش الوجه ذي وما تقصني بضحك تعملك والله باه ديما نشوفوك حطيت واو غيث حارة ياسري باه ديما نشوفوك حطيت سولداوت سنية سنية تحرحروا سنية نورمال ما عندهم دخل بالموضوع واضح سنيك يوجعوا سنية يوجعوا سنور بلار انا عزيز خلينا نكونوا سيريو كون بابا على روحك عزيز رينيك برشا مرات حكيت كلمه سولد اوت على الانستغرام نتاعك ونفرحوا لك تبقى كومبلي اما الحقيقه عزيز ما بينات بابا اخويا انا ادخلوا اسكو بالحق ديما سولد اوت كيف هناك ولا خاطر فما برشا عباد يستعملوها فاست سولد اوت كم موين دو كومونيكاسيون باش العباد تشوف اللي فما معناتها برشا عباد قاعده تمشي للسبيكتاكل هذاك دونك ديكو سان سيت لي جون افنيغ معناتها سي ان تكنيك دو كومونيكاسيون راهو اي نعرف اما تعرف اللي برشا عباد يستعملوها انا نقول بيانتو سولد اوت كي تبدا فما تيك بيانتو سولد اوت معناها فما اون فانتين دو تيكي ولا دو بي معناها كي تمشي انت باش تلقى زوز ولا ثلاثه مش معناها اما اذا حطيت لك سولد اوت بالاحمر ومطبوع راه سولد اوت ما عادش فما حتى تسكر اقسم بالله انا خايف من كلمه ثانيه على خاطر بالحق يا جماعه بالحق كيسحق برشا 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 ثانية لسه نحسوا فيها نقبة أنا أذي
هذا احر حاجه ذقتها راه حتى انا احر حاجه ذقتها في حياتي. هو سي لوجيك تكون احر حاجه ذقتها على خاطر في حياتي هذايا خاطر ذي سبعه سي لوجيك اكثر وحده في الاشن تاع كوفيد سو امين احنا توا في الاشن تاع كوفيد 101000 جينا في 6900 تعرف اخر سوس قداش ولا نذكرك ولا قداش بيجنا في 6900 توا ذي اللي ذقناها في 101000 في الاشن تاع كوفيد اللي باش نوفيوها مليون مليون عزيزة قلق مش رمال مليون برنامج اسمه قلق معتك هذي قلق معتك يلا وقايد باش نمشي للسؤال الثامن السؤال الثامن عزيز باش تفهم اللي كنا فيها 101000 وشوية الحقيقة ما هذا بالعكس قلت لك أحر حاجة ذقتها في حياتي والله العظيم من يفادل تشويت والله العظيم أحر حاجة ذقتها في حياتي شوف العرق تو عزيز خليتك شو ما حبيش أقول لك أنا هي الحاجة تبرد أما أنت تو عملت أكثر حاجة زي تشعل النار هي من البرد باللسو من عليش تقول حتى عايش حتين عايش حتين أنا ما حبيش أقول إيش يعني لازم نتعب لازم قلبي يتعب ولا تسيري حاجة مزلنا ما تخليش في السابعة ماليز يعني تحب على الملك ماليز تنسوني متقلق يعني الانفيتي يخرج يجي محترم شقال شقال عليك حبينا نعمل بودكاست هاي مليح ده بومب هذا اسمه ده بومب هاكا ظهره بومب عزيز اللي كنا فيها 101000 هذايا 121000 ثلاث مرات احرم اللي قبلها باه سفرجم اي باه ديجا باه كيما قريتهاش انت ما بديتش تعمل هذايا هوت بيست بروف كولف بالبورتوس باه يا حريز يخلصوا مليح وكاو ساعات تعرف ساعات تقول فيش قاعد نعمل وعليش وكنا نحكيو على الفلوس ساعات شنو تخليك تعمل مش تفهم ها سنن عزيز قدمت انت تاو هذيك ولا انا مازلت قدمت يلا بسم الله عزيز بابا ماما ماما استنى اسمعي استنى باهي عزيز انا عزيز انا استنى دوك حبيت نسالك عزيز لهنا باش نعملوا فازا باش نعملوا فازا سمباتيك عزيز لهنا مول سؤال لهنا بلوز اوموا ديفي دوك شنو هو الديفي عزيز كيف ما انت تنجم اليوم قادر باش تبيع ابعد ابعدني اذا اختاج بابا عندي مشاكل اكبر برشا من اسئلتك اقسم بالله العظيم ليه اقسم بالله العظيم الاحساس اللي حسيت فيه عمري ما حسيته في فمي حياتي كامله والله عزيز أبابا كيف ما أنت قادرة اليوم تبيع جماعة ولا من أجل مستوى فهم الهب بالحق هذي كيفش تخدم هذي بالكود ولا شنو هذي كيفش نعمل جارب حاجات أخرى بخير في العسل حليب هذي عزيز بابا كيف ما أنت اليوم قادر باش تبيع مسرحية ولا أعمال فنية بابا وزيدوا في فيما وهبتك الكتابة والعليل ايه نحبك باش نعملو اقسم بالله يا جماعة نفلك ما أحسنش ايه عزيز بابا شوف انا باش نقعد سيريو باش نقوى على روحي عزيز باش نعطيك اندي في فهو سؤال عندي في لفي ذي يلزمك كما انت بعتنا برشا حاجات مسرحياتك الاعلان وكل شيء نحبك تبيع لنا لي سوس هذوما نحبك تبيع لنا تو العباد اللي يتفرجوا تبيع لنا لي سوس هذوما فاسون لورال معناتها انت تو جيت بحذا روزا صح لورال ميم انت جيت بحذا روزا وروزا قالت لك لازمك تسلك هذه عندي تلي عشاء لورا الوجه عمره ما خلط هكا عمره ما هكا خلط
انا استنى ايش هو باش يعملوا شوف نحب نجربها ما نعرفش لازم نجرب حاجه غير بحق فم الهب هذيك خيم شوتي هذيك خيم شوتي تنجم تبرد به ولا تبرد برشا عزيز انا نصحك امشي امشي فيها بس انا سرق قبل ما تمشي قدري طاح قدري طاح ولا 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 جماعة أقسم بالله مش نخلص أنا مش نخلص مش نخلص بطل كي قلت لك يا حبيبي خلصوا بيها مش لا نعمل فيك لويش عقاب وليك شدو ما نعمل في بالك ما زال شتر باش نعاودوا ناخذوا منها معناها ليه انت نجم نتفاهموا يا اخي باش يقتلونا كي ما ناكلوش منها شو يعني شو يخليني نطبق ياسر في البرنامج نتاعك يعني شو عزيز ولا بالحق اختلف عليك يلا شو ما معلش برشا وقت اي ايش تحب دير فيه انك فاسون لورال بانا لي سوس ثم اللي قدامك تو ذوم تو كل حارين يشوا نحكي يعني ضيق الكتني ونتعب تو ما نحبش نتكلم السلام عليكم نحب يشري من هذا يلقاني ضال ولا يشوفني على الفاضي ولا ناقلوني هاي السلام يلا تو سويت سؤال التاسع عزيز حط صوص تاسع عليها هي ما تقرأيش سكوربيون ديسكو يس هكا شوفها هكا ايه ايه وكاتب لك هوت صوص ايه ايه كان اسم نعرفه وش عملكش وكاو مش لقت بيه وكاو مش لقت شراي هوت صوص فهمي بدي يتعوج انا وليت نخاني قريب انا ذي معجول الكرموسة ناكلوا كعبة بركة هو باش نعرفه كعبة بركة امريكتو فيرسو خاطر السؤال زاد اللي باش نسألوك توا حار شوية ونحبك تجاوبني افيك لو بلو كغون سيرو دو موند وانا بيدي عزيز جو فيلو جوي لو جو توا باش ناكل هذايا فرد قدما وباش نسألك سؤال حار في ماتش نار وتجاوبني تخي سيريوزمون ريناك في داشرة في نوبة الرول ترشق عزيز ترشق عزيز خذا سكسي عزيز خذا فيزيبيليتي لي بروجي اللي عملتهم مع عبد الحميد بوشنيق الكل دو مانيير جينيرال معناتها تو اكسيلي ابدعت لو رول ا يو بوكو دو سكسي لو رول معناتها العباد فيه معاه ولا في بوكو دو بروي باهي ناخذ الكام تاع براءة مثلا الكام تاع براءة عزيز مازال شنو هيك تحكي معايا نورمال شنو انا قاعد قاعد على روحي توا باهي انا قاعد نعمل في خدمة الله هو اعلم سيني تبلش عطت شات تجيك منين في الكام تاع براءة رينيك عزيز ممكن من اكثر ادوار بريزون اكثر واحد عنده من اكثر واحد عندهم نص هكا ولا بوكو دو تيكس بوكو دو بريزونس ايتترا مي يظهر لي الدور ما تي لا باي اوتون دو سوكسي كو مثلا لورال كو واجدي في نوبا كو داشرا اسكو لي سوكسي نتاع عزيز الكل مربوطين بعبد الحميد بوشنيق اسكو عزيز تو ولا يخاف كان الخدمه مش مع عبد الحميد بوشنيق كومون تو اكسبيك سا سي عبارة تالي سي ان بيرسوناج سي ان مونك دو بروفيسيوناليزم مني انا اني نسالك سؤال وما عندي ما يهمنيش جمله فاش قاعد شنو تجاوب وما مانيش معبر جمله هو النجم يكون ما العباد تحب تعرف في مونك دو بروفيسيوناليزم اقوى وما يجاوبكش راه كما تعرفش يعني فهمت فوتك ما روح فما دي بيرسوناج وانت تعرف وناس يعني اللي يتحطوا باش يتركزوا عليهم دي بيرسوناج اخرين سي لو كا دو تالير غير لي سي ان بيرسوناج ليني خلينا نقول اون داكور اي ولا وانت تعرف اللي هو تري ديفيسيل افير بيرسوناج ليني تري ديفيسيل افير تري ديفيسيل افير اي حاجه باش تقول باش نعاود وراك اكثر لي سيكونس تاعو سي des séquences de la vie de tous les jours, de routine. Il est toujours calme, imprévisible à la limite. Mais faut mieux speak le personnage. Tu crois que je suis bien? Je suis bien, mal. Ok. Mais en même temps, il y a les personnages. Il y a. Tu vois? Qui m'a fait?
كما فتح يد يدور ولا ريب القيده بارش العابه ونجله بن عبد الله حتى زيزو زوبلي ربي فضله سؤال العاشر شو السؤال جاي اي ممكن كان عملت انترفيو مع عبد اخر يبقى با سو بيرميتر باش يسالو انا باش نسالو على خاطر اصحاب ما يسالش مش من اليوم يا شنو معليش شو الموضوع معناها باش نسالك سؤال على اوتوغ نتاع الصوص العاشره هيا بر اللي هي المليون مليون في سكوبيل مليون نحل العسل الحضر ما تريد باش نصبهم الكل مع بعض عزيز عباب نكملوا امبوتي احنا مشينا مشينا حبي استنى استنى دوك خفت ولا اول مره نخاف اول مره نخاف من الاكله ولا خايف الكلمة الثانية تنبالك تمشي كان مش قولي ميرسي عزيز وتتروح وتكملوا تصور على رواحكم معنا هكيم ميرسي عزيز سي جنتي وروح وكل اسأل 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 مك زي بيستسأل اسأل سأل 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 عزيز اسأل خراوة سأل كملوا قيمة الأخرى كملوا ايه مشي نهر مشي كملوا قيمة الأخرى تحب تكملها تو وتحب تكملها بعد على راحتك خلي ببعضنا خلي ببعضنا بعد بعد زيد شوي شبيك ليه 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 ما عاش تحب تعيش هالحكاية يلا عزيز سوي يلا ما حبش حبش بش رد بابا ليه والله ما رد قلق امشي عزيز امشي 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 يا اخويا امشي يلا بابا نحس في سبيدري الاخرى 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 تحس في شنو سبيدري تنبزت نبزتني معناها فهمت معناها كانوا عبد قال لي كلمه خايبه فهمت اسمعني نحب ربي نشوف ماريوش شو العرق به عزيز فما حاجه به يا برشا 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 خرجت منها من براء من بنانا خرجت بها خرجت بها من براء كما حاجه باهية خرجت بها من براء هناك في الانترفيو بتاعك تحكي على على الكارير تحكي على السبكتاكل تحكي على الخدمه تحكي على الطموح وكل شيء فما حاجه ما رينكش حكيت عليها اللي انت تعرف اللي انا نعرف وانا نعرف اللي انت حبيبتي تعرفت عليها في براء حبيبتك نعم اللي عرفت عليها في براءة نعم نجمو قولو كيفاش ولا اي تخدم معنا في ليكيب تكنيك وبدات قصة الحب مع غاديكا عندنا اكثر من 3 سنين مع بعضنا من 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 براءة لتو مع بعضكم اي تحبوا بعضكم تحبوا بعض تو فابيان نجمو نجمو هكا علاش علاش نحكي في الموضوع هكا انا مش هكا علاش انت بالليموسيون تو تحكي مش بالله وين انا نكتب ليموسيون ما وجهي نتاع حتى تو كان هيك نتاع عندي 3 سنين ونص نتاعكم البنيه انا وياه وجهي هكا نتاع 3 سنين ونص نتاعكم مش نحبوا في بعضنا انا وياه اسمعي دوك كي تتفرج تو شو تقول لها عادي لها ميساج عزيز قول لها يكون عمرك ما سمعتها ولا نلهت هكا قول لها نحبك برشا وربي فضلك ليا وربي يداوم عشرتنا وان شاء الله على قريب ذوقك سوس ما
ميرسي بوكو عزيز. عشك. ميرسي لكم انتم اللي تفرجوا فينا، ما تنساوش تعملوا فولو الماتش، نتقابلوا مرة جاية في حلقة جديدة. باي. يا حبيبي سامحوني الوليد. ما لازم حاجه. والله والله.